بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر بالفقيه، وفي درس اليوم بنتكلم عن الاحتمالات والإف ستيتمنت، الدالة الشرطية. وزي ما الكثير يعرف أن الاحتمالات هي لعبة البرمجة ومبنية عليها، على الصفر والواحد، على ترو وفولس، على المنطق وعلى الاحتمالات. فقبل لا نبدأ بس راح أعطيكم نبذة سريعة عن العلامات اللي تستخدم في المقارنة في إف الشرطية. أول شيء عندنا لما نقارن إذا شيء يساوي شيء نستخدم يساوي، بس نستخدمها مرتين، لأنه إذا استخدمنا يساوي وحدة في البرمجة يساوي وحدة معناها تعيين، وهي اللي نستخدمها في المتغيرات. أما في حالة المقارنة نستخدم يساوي مرتين. بعدين عندنا علامة التعجب معناها not أو عكس الشيء. إذا نبغى نقول إذا كان A لا يساوي B نكتب علامة تعجب بعدين يساوي، معناها لا يساوي. هذه معناها أكبر من، هذه أصغر من، هذه أكبر من أو يساوي، هذه أصغر من أو يساوي. بعدين نستخدمها بهذه الطريقة. F الكونديشن الشرط اللي عندنا، سوي السطور اللي ما بين هذه القوسين. طيب إذا كان عندنا أكثر من شرط كيف نربط هذه الشروط؟ عندنا and اللي هي شفت 7، نسويها مرتين. and معناها و، إذا كان ألف وباء، إذا كان هذا صاير وهذا صاير. نستخدم هذه العلامة اللي موجودة فوق الانتر برضو مرتين، معناها إذا كان كذا أو كذا. فمثال إذا نبغى نربط شرطين نربطهم بهذه الطريقة، إذا كان condition A و condition B ننفذ الأوامر اللي ما بين هذه القوسين. طيب نبدأ بشروط بسيطة. F 5 أصغر من 7 print نكتب 5 is less than 7 سيو سيف ونرجع نشغل اللعبة. كتب لنا 5 أصغر من 7. طيب بدل ما نستخدم أرقام ثابتة نبدأ نستخدم المتغيرات، فنكتب public float num1، نبدلها هنا بدل 5 نكتب num1. فإذا كان الرقم اللي كتبناه في المتغير أصغر من 7 نكتب the number you entered is less than 7. طلع لنا فراغ هنا، نكتب مثلا 3 نشغل اللعبة. the number you entered is less than 7. طيب إيش لو كتبنا رقم أكبر من 7؟ ما قال لنا شيء لأنه ما غطينا هذا الاحتمال. فنكتب else، نأخذ اللي موجود هنا سولو بيست the number you entered is greater than 7. كتب لنا الرقم اللي دخلته أكبر من 7. أوكي طيب لو كتبنا 7 بس، يعني مفروض يساوي الرقم، برضو كتب لنا أكبر من 7. ليش؟ نرجع مرة ثانية. نحن قلنا إذا كان أصغر من 7 بعدين قلنا else، else معناها غير ذلك، كل الاحتمالات لغير هذه. فإذا عندنا الاحتمالات أن الرقم أصغر من 7، الرقم يساوي 7، الرقم أكبر من 7. ففي الحالة هذه عندنا هنا معناها إذا كان أصغر، أما هنا إذا كان أكبر من أو يساوي. طيب إذا نبغى نضيف مثلا أنه إذا كان يساوي 7 يكتب أنه الأرقام متساوية، وإذا كان أكبر يكتب أنه أكبر. هذه نخليها هنا ونضيف else ثانية else if، نكتب فيها إذا كان رقم يساوي 7 print they are equal، يعني الأرقام متساوية. نرجع مرة ثانية نشغل اللعبة. كتب لنا they are equal يعني الأرقام متساوية. عندنا الاحتمال الأول إذا كان أصغر من 7، وإذا كان يساوي 7 بعدين آخر شيء else غير ذلك، إذا كان لا هذا ولا هذا ما بقى لنا إلا احتمال واحد أنه أكبر من 7، فيكتب the number you entered is greater than 7. ووصل لنهاية الدرس، أتمنى أنه كان درس مفيد وخفيف عليكم. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في الكومنتس تحت، وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس زي هذه أول بأول. كان معكم عمر بالفقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.